لجنوب افريقيا وتحديدا لبريتوريا. معانا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي هناك، ويكلمنا اكتر على طبعا النهارده الفريق، اليوم اللي بيشهد عوده الفريق مره تانية للتدريب استعدادا لمباراه القطن الكاميروني بعد ما قفلنا صفحه سان داونز بالكامل. خليني ارحب بفاروق. مساء الخير يا فاروق، وطمني اكتر على اخبار الفريق النهارده وعوده الفريق مره تانية للتدريبات استعدادا للقطن الكاميروني. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا العاصمه الاقتصاديه لجنوب افريقيا، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. استأنف طبعا فريق النادي الاهلي تدريباته اليوم بعد الراحه اللي منحها مستر مارسيل كولر بالامس للاعبين. طبعا ده طبقا للبرنامج الاستشفائي اللي الموضوع من قبل مستر مارسيل كولر بالتنسيق مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي لمنح مزيد طبعا من الراحه للاعبين قبل مواجهه القطن الكاميروني. ابتدى يوم الاهلي النهارده طبعا زميلي احمد بالمسحه الطبيه اللي اجراها فريق النادي الاهلي او بعثه الاهلي بالكامل، ودي من يعني تقدر تقول طبقا للبروتوكول او الاجراءات الموضوعه من قبل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. طبعا دي ملاش علاقه طبعا بالمسحه او المسحات المعتاده اللي كانت يعني موضوعه من قبل الكاف اللي لغى طبعا هذه المسحات، ولكن للدخول للاراضي الكاميرونيه لابد من اجراء مسحه لكوفيد 19. خليني اقول لك ان النهارده البعثه بالكامل اجرت المسحه، وايضا الدكتور احمد ابو عبله بدا في اعطاء اللاعبين وافراد البعثه يعني اقراص الملاريا اللي طبعا واحد من الامراض المستوطنه في افريقيا وبالتحديد في الكاميرون. نتمنى كل السلامه لبعثه فريق النادي الاهلي يعني عاقب الانتهاء المسحه وتناول اللاعبون وجبه الافطار. كان اتجه الفريق الى جامعه ملاعب جامعه بريتوريا لاداء التدريب الاهلي اليوم. قسم التدريب لشقين زميلي احمد، جزء كان في الجيم وجانب بدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم لدقائق قليله اجتمع مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في ارض الملعب وطلب خلاص نسيان وقفل تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز. عندنا مباراه القطن الكاميروني، وضح يعني تقدر تقول الحماس ويعني اللعيبه النهارده حماس شديد جدا في تدريب فريق النادي الاهلي. الجميع يتسابق من اجل يعني ان هو يكون موجود في قائمه مباراه الاهلي للقطن الكاميروني. التدريب اليوم طبعا شهد مشاركه محمد عبد المنعم اللي بطمنك عليه زميلي احمد، النهارده بطمنك ان الحاله الطبيه جاهز والحاله الفنيه محمد عبد المنعم لمباراه القطن الكاميروني. ايضا حسين الشحات اللي بتالق النهارده في تدريب اليوم، وايضا مشاركه خالد عبد الفتاح الى جانب طبعا عمرو السوليه اللي ادى تدريب اكثر من رائع النهارده، يعني واحد من اللعيبه اللي يعني في التدريب النهارده كان متميز جدا عمرو السوليه الى جانب محمد مجدي قفشه وشريف وكهربا وايضا الناشئ رأفت خليل خالد عبد الفتاح محمد هاني. مش عايز استثني احد اللاعبين مروان عطيه واليو ديانج وكافه اللاعبين اللي النادي الاهلي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه ويعني كافه لعيب وبيرسي تاو اللي يعني بيحظى طبعا بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا. في اي مكان الجميع تسابق لالتقاط الصور مع بيرسي تاو. تدريب زميلي احمد زي ما قلت لك يعني غلب عليه الحماس الشديد جدا من اللاعبين. مستر مارسيل كولر وقف التدريب اللي اتكلم مع بعض اللاعبين على بعض الكرات الثابته والتسديد من خارج منطقه الجزاء اللي يعني فرض له مساحه بعد انتهاء التدريب، خصص مجموعه من اللاعبين للتسديد من خارج منطقه الجزاء كان بيتفوق فيها بنسبه كبيره جدا القندوسي مع عمرو السوليه، الى جانب التركيز على الكرات الثابته وكيفيه استغلال هذا الامر. بعد انتهاء التدريب طبعا توجه الفريق الى الفندق ومقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي، تكون طبعا وتناول اللاعبون وجبه الغداء. هتكون بعد قليل محاضره لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، ودي المحاضره الاولى بالفيديو طبعا بعد مباراه ماميلودي سان داونز. هيعقد المحاضره مستر مارسيل كولر طبعا اتفرج على فريق القطن الكاميروني، وقف على نقاط القوه والضعف في فريق القطن الكاميروني وتحديد الطريقه اللي هيلعب بيها في هذه المواجهه. عايز اطمنك ايضا زميلي احمد على الترتيبات الخاصه هناك في الكاميرون وكيفيه استقبال بعثه النادي الاهلي. التنسيق اللي بيتم من قبل الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي طبعا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادل الايمين بدور كبير جدا، والطاقم الاداري بقياده الكابتن ماهر عبد العزيز في النادي الاهلي للوقوف على كافه ترتيبات الفريق في الكاميرون. من المقرر غدا زميلي احمد ان الفريق يؤدي تدريبه الاول
او معذره التدريب الاخير في الجنوب افريقيا على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم هيكون التوجه من بريتوريا الى جوهانسبرج واستقلال طائره خاصه هيكون في تمام الساعه 2 ظهرا، ويعني رحله الطيران هتستغرق من 4 ساعات ونصف الى 5 ساعات. مباشرة هيكون التوجه إلى جروة مقر إقامة فريق النادي الأهلي، اللي طبعا هتستضيف المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي والقطن الكاميروني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. دي أخبار بعثة النادي الأهلي النهاردة من بريتوريا من جنوب أفريقيا.